ذهب عصفور خير من العابد عندي اياه. عند الغرام حاجه اسمها غرام ما تفلتش معايا هاك تشوفيه بعمل بيه مجوه لا تليفون لا حد شايف يجيب تبقى ندور كان مع عصفور شبيك شبيك شي شي جميل 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 هاي 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 شدوا بصنا مزوي يرجع نفس البلاصه ريضا دار خاطر دار مش كيما شارع على خاطر يهز ويخبيه معناه يطير ببعيد يخبيه وهو يجيني بلاش خاطر قد درسي فيه طبعا الحكايه هذي قد درسي فيه هذي مثلا عندنا في كيفاش تشكل شوية سامسو ما يلقاهاش هاي هاي هات هاي هاي طيب يطلع وحده يطلع وحده سامسو كيك حتى وحده اطلع هاي شد بلازم وريت هذا هكا مزيل كبار هذا تاع عمره 16 شهور كي مزيل على قناه ديال مزيل طويل وذا مزيل طويل واحد انا يولي حتى يحكي معاك عادي في الشارع وياك راك في شعار ريتو مرحبا بيك ومرحبا بالضيوف اللي معاك. عايش خويا خالد. كان تعرفنا شو اللي فوق كتافك هذا مازال. هذايا كالوبسيت وهذا نانسي باراب. هذايا على الاقل سومو الى 150 160 هكاك. اما غير دريساج راه. اما غير دريساج يولي في 200 هكاك. اما هذا حاجه اخرى اغزل. شو؟ هذايا تربيه لاعب كل شيء حتى يغني اطلع هاي. اطلع. لا هذايا نانسي باراب. هذا الكانال وعنده الغنية هذا عنده عرفت يلعب معاه كل شيء فهمت كيف كيفاه يغني ولا لا ما مزال تاع شهر اخر يولي يغني علمه الغنية هي جوي كو هذا هذا كالوبسيت كالوبسيت هذا ولد عم البابا غايو ولد عمو هذا هذا نقولك باش تسنسو اعطي حاجه فيها ذهب هذا ها ناحيه يهرب ويرج يهرب يمشي يخبي في بلاصه اخرى ويرج سريق سريق صحيح طيب مش تسنسوا حتى مش نعلموا مش نعلموا شبيك الحاجة اللي حاطة محطوطين فوق كتافك معناتها اللي حبل حد شيء وما يطيروش ها في بلاصتهم هكاك ستانس هما 4 شهور هذا تو عنده هكا حتى باقي هذا عنده 6 شهور عنده لابسها معناتها جناح ولابس عليه هو يطير لابس عليه يجي نوريك ها هاك فيش تعرفه شوف جناحه ها مش ناقص منه حتى خصله من هنا هذيك مش حتى دمغ هذيك قاعد يطايح تو قاعد يبدل في الريش فهمت عليها تو ربيع نورمالمون قاعد يبدل يطلع لي في ريش اخرى فهمت عليها هذيا تو انا نقول نحن نقص له خصلتين من جناح بركه ها عليه هذيا باش على الدريساج نتاعو ما يخافوك يرجع بشد بلاصته واحد نسوها بعصفور خير من العابد عندي العابد الغرام حاجه اسمها غرام ما تفلتش معناها هاك تشوفيه بعمل بيه مجوه لا تليفون لا حد شايف يجيب نبقى ندور كان بعصفور وشوف فيك الدور وتوكل فيه في القلوب وعمل به جو وشيء ياسين وين القلوب عندك ها هاو القلوب ها قرطاس وكل شيء قرطاس اي ها قرطاس هو هذاك قرطاس هو هذاك ها هاو كيف الشيء هكذا ويك هاي ها اي جاي مدلي هذا طيب فوق الاخر ها قشرها يقشرها ها هاي اذن في الدار ما نحطهمش في قفص يرقدوا معايا يقوموا معايا يتعشوا معايا كل شيء معايا ما يقعدش في قفص اي عندي راه عصافر اخرين هذوما الوحيدين معناها نسيبهم معايا في الدار هو صار حكيت غرام اليوم نحكيه عاد اليوم نحكي على غرام من نوع اخر قلت لي عندي برشا انواع تاع العصافير كل موجوده عندي ما هذوما تو هذوما كالوبسيت ولانسيباراب انا عندي 4 بيريشات اخرين عندي زوز كوبل في الدار زوز كوبل معناها لا يتيروا اما معناها حد يوصلوا نكون احنا غاديكا ويرجعوا لي فهمت علي سناسة كلها مسناسة ما هو ما فيها حد شيء الحكاية ساعة من زمان يركح العصفور عندك تبيع وتشري ولا كيك غرام؟ لا غرام هذا تو موسم 120 وحده هذا انا ما بعتوش عادي ذي معناها 4 شهور خير سكر العام عادي يطلع انترفيو ذي توريه فيديوهات معناها كيفاش يبدا يتكلم ويتبع معناها كيما كنا احنا يتهزم تو وحدهم في الدار نحطهم قابلين بعضهم يبدو حتى يتعاركوا يبدا يتعاركوا بالكلام بالكلام ساعات بالغناء اي يبدا يتعاركوا ما يحملوش بقى اه قول بيك انت جا قلت لي قاعد نعلم فيه ديجا نبر فيه الحكايه اخرى قاعد نعلم فيه باش يولي يتكلم معناها عادي تسال ويجاوبك عادي العصفور ولا تعيط له من بعيد يجيك يجي هذا تو مثلا نقول له نحطه غاديك
معيط له على الماكله يجيني يجري. شو اسمه؟ ويكو. شو اسمه؟ ويكو. ويكو في الدار هذي توا، ما في الدار هنا ما يسمعش كلام، يسمع كان يمشي ويجي مش عاود يطلع، شد بلاصته غاديك. هذا ويكو عرفناه به، اللي بحذا ويكو شو اسمه؟ هذاك الانسيبارابل، هذاك نيبو. نينو. نينو. هاي. هذاك هاي. شو الاسامي هذي نينو ويكو؟ شد بلاصته. انا توا هذا مثلا مسنسو قبل هذا. هذا حبني اكثر من هذا، انا نقول لك. ها. حطه هنا. لا اطلع. شد بلاصته. ترجع يدور غاديك هاي مستانس كامل بالبلاصه هذيك، حتى في الدار يرقد على الشير هذيك. بقاش عندك من واحد انت في الدار؟ انا طبعا عندي ست. اربع بيروشات وذو مزوز، اما الباقي الاخرين باعتهم كانوا بحذايا وباعتهم. انت البيروشات الاخرين قلت لي في قفص ما عدا ذو مزوز. بيروشات نجم حتى نسنسهم في الدار، معناها نجم معناها نسيبهم في الدار، اما ياسر عياط وياسر حس فهم ياسر كل شيء. مهم شاركوا لي كيما هذوما، فهمت عليها؟ ماكلتهم سبيسيال. لا لا بالعكس، زيوان قلوب، حتى ما معناها ما نوكلهمش في القلوب هذيا، فيها كي ساعات اما هذيا قشر. اعرفوا مريت كان يولي عض ولا حاجه رغم الستريس، ها قرب له يشد يعض يعض رغم الستريس. الستريس يولي عايط. الستريس يولي عايط ويعض. معناها تو حتى يرى لي قطوس ولا حاجه يقلبها بالعياط. بعد سامحني، حتى عصفور ولا عنده ستريس في البلاد هذه معناها. عصفور عنده الستريس في البلاد هذه، تفهموا تفهموا ها. هو طلع محل تو متقلق. خاطر مش مستريس بالعباد، فهمت عليها؟ العباد عنده ستريس وفهمنا. عصفور عنده ستريس عليه. عنده ستريس العصفور، يحكي العابد العصفور شو فيه؟ خاطره عايش في تونس. خاطره عايش في تونس العصفور. هاي. هاكك ليه. ايش ايش جاني 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 هاي. هاتلا. صحيح برافو، شدوا بلاصتهم الزو، يرجع نفس البلاصة ريتهم. يرجع تطلع بهم في المترو، تطلع بهم في الكار. مازوم البارح دورت بهم باساج، حي انطلاقة، حي تحرير كله، هما على كلامي ما هبطوش الجم. ما يهبطوش يخاف. ما يخافوش حاجة ينطرهم هكا. لا يعضوا. ولا حط يديك، حط يديك. طي عضك. طي عضك. من الدار ما تقلقوش منه الغرام هذا. لا بالعكس. ما عندي مماتي تحبه مع الاخ. انت قلت لي هذاك الابيض هبطوا شيخ نشوفوه، قلت لي هذا عنده صفه، قلت لك شنو؟ قلت لي يسرق. خاصه حاجه فيها ذهب ولا فلوس يهزها. حاجه يحبها معناها يراها تلمع يهز يخبيها في بلاصه. فهمت ها؟ حتى الناحيه هو طيب يضيق علي هذا الناحيه. شكون عنده فلوس يوريه خويا جرب يعطيه فلوس وما كلش يهز. خاتم ما تخافش رجع حولك. وريني الكاميرا الخاتم. حتى الخادم في فمه وين؟ تو كان جينا في الدار يهز ويخبيه هذاك ومعاه. كيفاش؟ هذا تو كان جينا في الدار خاطر دار مش كيما شارع على خاطر يهز ويخبيه معناها يطير بيه بعيد يخبيه وهو يجيني بلاش خاطر. وانت قاعد تدرسي فيه تو على الحكايه هذه. قاعد ندرسي فيه. هذا مثلا عندنا فيه كيفاش تشكلوا؟ خاطر عندهم اخزر كيفاه. مش داك العشق. كاتب 50 رجع حالي. ليه جينا نحيا لك جمله ذيك. 50 رجع حالي انا. شو هذا شو هذا شو هذا؟ سامسونج. ما يلقاهاش ها اخزر. هاي هاي هات هاي هاي طيب يطلع وحده يطلع وحده نسنسو كيك حتى وحده اطلع هاي شد بلاصه وعليه غرامك بالحق وعليه قاعده معك كمية شو تحب تقول في الاخ؟ والله العظيم انا نقول لك معناها اللي عنده غرام لازم يتبعه راه خاطر ماهيش حاجه مستحيله اكيد كيفيه معناها عباد تقول لك ناخو عصفور ودرشنيه معناها عنده غرام يخاف منه انا نقول له اصدم ما عليكش اصدم وما يهمكش في الباقي. في الدار ما عندكش تقلق معناتها؟ في الدار لا لا جم جمنا نخرج نخليهم بحذا من ماتي حتى ماتي تلاقي بهم وحدهم معناها كل يوم هي تنظف لهم وانا ما عليكش بالماكل. هي لما حالها هي قالت لي جيبهم عادي خاطر كانوا عندي وبعت ورست لي رجعت فهمت عليها؟ اما كي بعت حتى انا تقلقت خاطر سانست بهم فهمت عليها؟ ولفت بهم ولفت بهم هي غرام هذاك لا يسلموا على بعضكم هاي وسكو ايش 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 هذا مثلا ابش نعطيك حاجه اخرى هذا يخليني مسد ها هاك هبط راسه واحد هذا اللي تيعض ها استنى دورها يولي يعض ها يعض هذا اللي تو ذا امور لعب تلعب مع ذاك الاخر ما يتحرك الجن واحد فاد ليك والاخر نغا يا غربيز هاك ريتك فيه يعطيك الصحة وما أحلاها القعدة معك وما أحلاها الضحكة معك كلمة الختام شو تحب تقول؟ نعاود لك نفس الكلمة اللي عنده غرام راهو لازم يتبعه ما عنده ما يعمل ما عنده ما يعمل خاصة واحد لا أنا يعني طول نقرا لحد شيء أنا خرجت من القراية أنا يعني تو خرجت من القراية خارج بريمير أنا يعني. أنا تو الراف هذايا معناها أحسن خدمة عندي يعني. حتى خدمة مش معناها للعباد خدمة لروحي هذا نخليها يعني الروح ما عينيش لبش نبيع لحد شيء نحب نكتب هوريت هذا هكا مازال يكبر هذا تو عمره 6 شهور هكايا مازال على الأقل ديالو مازال طويل وهذايا مازال تطوير واحد معناها يولي حتى يحكي معاك عادي في الشارع وياكو
راك في شي عاد ريتو والله كلبي يبوس فيا.